سمبو جات لي اتسلك الهالو والنبي سمبو قولي كده. ده بقول لك تم كف حسابك البنكي برجال اتصل بينا. هات يا عم اتصل بين بسرعه. اتصل بمين؟ وقف حسابي يا عم، ده حساب شغلي يا عم. هنصوب عليه يا عم براحه. هنصوب، انت ما تعرفش حاجه. سمبو خلاص يا ابو العريه. عامل اللي فهم فتح. ادي مغفل جديد اهو. الو السلام عليكم يا فندم. الو امرني حضرتك. ايوه السلام عليكم. ايوه يا فندم اهلا وسهلا حضرتك. انا حضرتك جات لي رساله على التليفون بتاعي بيقول لي تم ايقاف حسابك البنكي. تمام، حساب حضرتك واقف. اه تحت امرك. تحديث يعني؟ تمام تحديث. طب ممكن بعد اذن سيادتك بس تطلع البطاقه؟ عايز رقم قومي والفيزا بعد اذنك. حاضر يا فندم. خلاص يا فندم. رقم قومي ايه؟ اه عشان احتاج بس منهم شويه بيانات. يا عم استنى بقى. تمام يا فندم. يا عم ما تمليش حد رقم القومي بتاعك. ثانيه واحده. سمبل انت ما تعرفش حاجه. شغل هيوقف حاله. سمبل خليها جنب حضرتك. وقف حالك ايه؟ لا يا فندم ما تشغلش بالك. ماشي. بعد اذنك بس يا فندم ممكن تمليني بس الرقم القومي؟ ايوه يا فندم معايا. تمام. 2 9. تمام. 1 1. بص حضرتك. اه. في على الفيزا من قدام. رقم الفيزا؟ تمام. كمان؟ اه خليهم الاثنين في ايدك. يا اما هنصوب عليك والله. وصل. ايه ده سمبو؟ ما هو ده اللي ماشي في البلد دلوقتي. تمام يا فندم. بص يا فندم. تمام يا فندم. من الشمال ولا من اليمين؟ من الشمال لليمين يا فندم. 5 3 7. ممكن بعد فيزك بس تمليني ال 16 رقم؟ اه. في ظهر الفيزا بقى يا فندم في 3 ارقام. الرقم اللي في الظهر؟ احتاج بس سيادتك تملهم لي. رقم ايه؟ في 16 رقم. 4. تمام. 5 0. تمام. والله بنصوب على ايه؟ ما حضرتك واخد وقت يا عم. ده شغال معايا. شغال معايا هنا. ما اعرفش حاجه يا عم. بالله عليك ما توقفليش الحساب. فعلا حضرتك الحساب واقف ظاهر عندي على السيستم اهو قدام مني. ايوه حدثه كويس. تمام. اه هو نفس التليفون ده اللي بيجيلي عليه رسائل. مع حضرتك. ايوه يا فندم هو والله. بص حضرتك انا بعت لك بس رساله دلوقتي. طب ابعت رساله. جات الرساله؟ اه جات الرساله. ايه حضرتك هتمليني الست ارقام اللي في الرساله يا فندم. مكونه من 6 ارقام. الرساله فيها 6 ارقام. استنى نمليها لك. تمام. 5. تمام. 6. تمام. 2. تمام يا فندم. 0 4 0. 0 4. تمام يا فندم. تمام. بالله عليك ما توقفليش الحساب بتاعي. بالله عليك. لا ما تقلقش خالص. ان شاء الله المشكله هتتحل. خلاص ماشي يا فندم. خلاص انا هشتغل على السيستم دلوقتي واشوف المشكله ايه بقى. سلام عليكم. في رعايه الله. تمام. انت قلت لي من تبع بنك ايه؟ اه هنا مع حضرتك مجمع خدمات البنوك يا فندم. طيب ماشي يا فندم. مفيش اي مشكله يا فندم ما تقلقش. شكرا. سلام عليكم. مع السلامه. مع السلامه. اتفضل. شكرا. شغل يا عم هيوقف. والله لا نصب عليه يا عم. شغل هيوقف. اسكت. انت حر يا عم. فلوسك كنت حر فيه. ربنا يكتر من المغفلين. تعرفش انت الكلام ده. ماشي يا عم. انا ما اعرفش اي حاجه. اسحبوا لنا بقى 50 وانا اشوفه معاه كام في حسابه ده. في سلاجات له اهي. 5 عليا. قشطه. خد يا عم اجرى. طبعا نظام البنك ما ينفعش تسحب غير 50 ب 50. تم خصم 50,000 جنيه منك. ايه؟ من رصيدك. تم. 50,000 اهو. 50,000 جنيه تم خصم اهو. يا رب زود من المغفلين يا رب. يا نهار طينة. نهار طينة. 50,000. قلت لك عشان ما تمليش رقمك القومي لحد ولا رقم الفيزا بتاعتك لحد. كل ده شغل نصب في نصب. هتعمل انت؟ هنتصل برقم تاني. اتصل برقم تاني؟ ماشي يا عم المغفل. ده بوضح لك يا باشا الكلام ده عشان ما ترنش. صحيح بحاول الاتصال مرة أخرى. اتنصب علي؟ اتنصب عليك يا مغفل. عشان قلت لك ما تبلش حد رقم القومي بتاعك ولا تطلع بطاقتك من جيبك أصلا لحد. فين سنة تانية جت؟ ده 50,000 جنيه تانيين. يا خرب بيتك يا سندريسي. يا خرب بيتك. اتخرب بيتي. ما هو ده مغفلين بيضحكوا علينا كذب. استغفر الله العظيم يا رب. بيضحكوا علينا بيغفلونا كذب. يا ريتني سمعت كلامك يا سمبو. بعد ايه؟ يا ريتني سمعت كلامك. بعد ايه؟ بعد ما خدت طلعت لهم رقم القومي ورقم الفيزا. انا مش عارف ازاي نديلهم رقم القومي بتاعي. انت حر. لا اله الا الله. اتخرب بيتي.